هل هناك آثار قد بقيت من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتبرك بها كما يدعيه البعض؟ وين هي؟ وين هي الآثار اللي باقية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما بقي شيء. نعم فضيلة الشيخ، اللي يدعي هذا يبين لنا، يدلنا عليها، وين هي فيه؟ نعم.